السلام عليكم. البرزنتيشن دي بتتكلم عن السيمتريكال. يبقى ايه؟ نعيد تاني. يبقى فكرة السيمتريكال كومبوننت ان انا احصل على ثلاث شبكات متماثلة، ثلاث شبكات للبوستيف سيكونس متماثلين، وثلاث شبكات للنيجاتيف سيكونس متماثلين، وثلاث شبكات للزيرو سيكونس متماثلين. طيب، بما انهم متماثلين فاحنا بنرسم واحدة بس منهم اللي هي مثلا بتاعة الفيزا A. طيب نشوف كده هوت، انا هرسم البوستيف سيكونس او النيجاتيف سيكونس او الزيرو سيكونس، يبقى انا لازم يكون عندي ايه؟ امبيدنس بوستيف وامبيدنس نيجاتيف وامبيدنس زيرو. طيب وايه كمان؟ طيب عند نقطة العطل هيظهر لي تلاتة sources وهميين، ماشي؟ يبقى عندي V عند العطل، VF zero، VF negative، و VF positive. طيب وهيمر في الدوائر دي ايه؟ طيارات، هيمر I zero، I negative، و I positive. طيب والمصدر الأصلي source، ماشي، السورس ملهوش الا بوستيف سيكونس واحده وبس. طيب تعالوا نشوف كده الدايره. ادي لو انا برسم البوستيف سيكونس، حطيت البوستيف سيكونس للسورس، وادي الامبيدنس البوستيف سيكونس، وادي عند نقطه العطل في مصدر وهمي حطيناه، وهيمر في الدايره ديت اي بوستيف. طيب في النيجاتيف سيكونس، قلنا في النيجاتيف سيكونس مفيش سورس، فكأنه الفولتج سورس بزيرو، ادي كأنه شورت سيركت. وادي النيجاتيف سيكونس امبيدنس في سورس وهمي هنا عند نقطة العطل، وهيمر في الدايرة اي نيجاتيف. طب في الزيرو سيكونس قلنا برضو الفولتج سورس الاصلي بتاع الدايرة بزيرو، مش موجود، فرسمنا كأنه شورت سيركت اهو. وادي الزد زيرو، وادي هنا عند نقطة العطل في مصدر وهمي اسمه في اف زيرو، وبيمر هنا طيار الزيرو. طبعا لو احنا اخدنا بالنا انه ايه اللي المكتوب هنا، ايه انه اي اي واحد، اي اي اتنين، اي اي زيرو، كأني رسمة الثلاث دوائر دول لمين؟ للفيزا A. والفيزا B زيهم ليها ثلاثة زيهم كده بالظبط، والفيزا C ليها ثلاثة زيهم كده ايه بالظبط. طيب خلاص احنا اتفقنا ان تيار الفيزا A اللي هو الفيز كومبوننت للفيزا A بيساوي ايه؟ بيساوي مجموعة ثلاثة، الاي اي واحد والاي اي اتنين والاي اي زيرو، وهكذا الفيزا B وهكذا الفيزا C. فكان ممكن يكتب علاقة أنا أسفة الوقت، إحنا كمان اتفقنا إن في علاقة بين الفيزا B والفيزا A. في البوستيف سيكونس، في البوستيف سيكونس أهي ماشي، بينهم زاوية 120 درجة، 120 درجة، وال 120 درجة دولت مع اتجاه عقارب الساعة. فإذا أنا أقدر أعوض عنها، يعني إيه؟ زي ما قلت لحضراتكم ممكن أعين الأي بي واحد وأحطها بدلالة الأي إيه واحد، لكن هضربها في زاوية 240، والميتين واربعين دي رمزنا لها بالرمز A تربيع. وممكن وهكذا، ممكن عين ال IC واحد وحط بدلها IA واحد واضربها في زاوية 120 اللي احنا بنرمز لها بالرمز A، وهكذا مع النيجاتيف سيكونس. ممكن اشيل ال I باتنين وعوض عنها بان هي بتساوي ال I A واحد لكنها في زاوية 120، وهكذا
ال I سي 2 هعوض عنها بأنها I A 2 ومضروبة في زاوية تمام. طيب كان ممكن بقى يعني بعد اللي احنا فهمناه دوت ممكن نعبر عن البوزيتيف سيكونس بالمعادلتين دولت سواء الكرنت او الفولتج، والنيجاتيف سيكونس نقدر نعبر عنها بالمعادلتين دولت، والزيرو سيكونس نقدر نعبر عنهم بالمعادلتين دولت، ونقدر نكتبهم على شكل ماتريكس تخلينا يعني نحفظها اسهل زي الماتريكس اللي قدامنا كده. يبقى اقدر احصل على الاي 0 والاي 1 والاي 2 بدلاله الفيس كارنت ل A والفيس كارنت ل B والفيس كارنت ل C، او اجيب برضو الفيس كارنتس بدلاله السيكونس كارنتس باستخدام الماتريكس اللي قدامنا دي تمام. وهنا دي ملحوظات رياضية، ان الـ A بتساوي 1 على زاوية 120 والـ A تربيع هي 1 على زاوية نيجاتيف 120 او 1 على زاوية 240، وان مجموع 1 زائد A زائد A تربيع هو بيساوي 1 يعني. بس شكرا لكم، وزي ما احنا عارفين ان مرجعنا في الجزئية ديت هو كتاب دكتور محمود جيلاني نظم الحماية الكهربية علم وفن.